رافائيل إمبيريال، اسم يتردد منذ تسعينيات القرن الماضي في عالم المخدرات والجريمة العابرة للحدود. مجرم دولي كهذا لابد أن يكون متعدد الهويات والأسماء، فهو أحد زعماء مافيا لاكامورا، أقوى مافيات إيطاليا وأحدى أشهرها في العالم، ومن بين أهم 50 كارتيلا عالميا للمخدرات. لم تنفع حيل إمبيريال الماهرة في التخفي بالتواري عن أعين شرطة دبي. هنا كان إمبيريال ينتحل شخصية تحمل اسم أنطونيو روكو، لكن وبمجرد إدراجه على النشرة الحمراء للشرطة الدولية الإنتربول، وضع تحت الرقابة اللصيقة لشرطة دبي، حيث تابعت كل تحركاته ومحاولات التضليل التي دأب عليها. وبعد أسبوع فقط أعلنت ساعة الصفر مساخرة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية وبرنامج عيون. انطلقت فرق المداهمة إلى مقر سكن إمبيريال بحرفية عالية، وفاجأته باكتشاف هويته الحقيقية التي أخفاها عن العالم وتنقل بها بين أكثر من دولة، فاعتقلته وضبطت في مسكنه أموالا وجواهر ومقتنيات ثمينة، من بينها لوحات فنية كان يحرص على جمعها. ولتتلقى عصابته بسقوطه ضربة قاسمة، فالمطلوب هو ذاته الذي تورط بسرقة لوحتين من أعمال الفنان العالمي فينسنت فان دوخ في العاصمة الهولندية، واستردتهما الشرطة الإيطالية من موقع لعصابة كامورا في نابولي بعد 14 سنة. المطلوب رقم واحد في نابولي الإيطالية في قبضة شرطة دبي، وهذا يعني أن نطاق جرائم مافيا كامورا من الاحتيال إلى الإتجار بالمخدرات والأسلحة وصولا للسرقات والابتزاز والرشاوة قد تضررت بشكل كبير، خصوصا أن شرطة دبي أعلنت أيضا القبض على مساعد إمبريال رافائيل موريلو المطلوب للإنتربول الدولي بجرائم عديدة. فدبي مدينة الأمان والسلام، هي حصن منيع ورجالها سد صلب في وجه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.